حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة. انسحاب الكثير من الشركات من حدث CES، والسبب هو أزمة نقص الرقائق، ومنهم مايكروسوفت وأمازون وميتا. موقع تيك توك يزيح جوجل من صدارة أكثر المواقع شعبية في العالم خلال عام 2021. هواوي تكشف عن لابتوب ميت بوك إكس برو 2022 بشاشة لمس حجمها 14.3 إنش بمعدل 90 هرتز. مايكروسوفت تسجل براءة اختراع لهاتف مع 3 شاشات قابلة للطي. شاومي تكشف عن سلسلة هواتف شاومي 12 بمعالج سناب دراجون 8 جنريشن 1. اي داتا تعلن عن فأرة XPG فولت للألعاب تحتوي على ذاكرة تخزين بحجم 1 تيرا. LG تستعرض مجموعة من شاشاتها الشفافة. سوني ستكشف عن شاشات برافيا XR 2022 في 4 يناير 2022. الإعلان عن ألعاب بلاي ستيشن بلس وألعاب الإكس بوكس لايف جولد المجانية لشهر يناير 2022. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.